مساء الخير، اهلا بحضراتكم. 14 مارس 2017. اخباركم بقى ايه؟ انا وانا جاي في اوضه اللبس فلقيت حسين جاب مش فكلت مش، فما اعرفش بقى انا غير مسؤول عن اي حاجه اقولها لان اصلا ضغطي عالي، فمع المش الله اعلم هيحصل ايه دلوقتي. ربنا يستر. النهارده هنعمل حلقه عن الطلاق ببعض ابعاده، يعني مش كل ابعاده، هو موضوع مركب شويه. انما خلوني ابدا بسبع نصايح نسميها كده بناء على الواحد شافه. يعني هبدا بالنصيحه الاولى، حاول ما تتجوزش. ما تتجوزش خالص؟ لا، يعني ما تتجوزش لمجرد الجواز. الجواز الخاطئ ده بيبقى عامل كده ايه؟ زي الدين، هم بالليل ومزلة بالنهار. لو اتجوزت جوازه مش كويسه او لو اتجوزتي جوازه مش كويسه هتلاقي في حاجه طبقت على نفسك او في حاجه طبقت على نفسك. مش كده؟ عيش لوحدك لو تقدر افضل من انك تتجوز من غير حسن اختيار. في بعض الاحيان بيكون الحجم الامثل للاسره شخص واحد، يعني ولو لازم تبقوا اتنين يبقى مثلا ايه، انت وماما، انت وبابا، انت والشغاله، انت والسواق، عارف الحاجات دي. بس ما تتجوزش لمجرد انه في شيء اجتماعي اسمه الجواز، او ان انا لازم اشغل وقت فراغي، او ان انا، او ان انت بدل ما انت قاعده لوحدك ظل حيطه، ظل راجل ولا ظل حيطه والكلام ده. لا، الموضوع اعقد من كده شويتين. وبرضه في، انا مش عايز اسميه وهم، بس انا رايي ان هو في جزء وهمي شويه، يقول لك بحبه او بحبها. لا لا لا، الحب ده يعني شرط، ممكن نقول ضروري، حد ادنى من الارتياح النفسي ده ضروري بس مش كافي. خدوا بالكم كلمه الحب، يعني انا هاخد مثلا في السياق القراني، لما ربنا اتكلم عن الحب في علاقه الرجل بالمراه دي لم يعني ما استخدمش على سبيل المدح والتشجيع، لا دي اتقالت في سياق التحذير. خد بالك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقال لك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى لما اتقالت هنا كلمة حب ما كانتش دي حاجة حلوة، يعني لا، هو قال لك خد بالك ان زين لك الحب ده، انك تحب هذه الشهوات، فما تخليش كلمه الحب دي تخدعك. يعني لازم يكون زي حب بعقلك وفكر بقلبك. يعني في سوره سيدنا يوسف يقول لك قاد شغفها حبا، جننها من الحب. اذا الحب ده من غير ضوابط عقلانيه بيصبح اقرب الى الشهوه والشغف الخالي من المنطق والعقل. خصوصا تلاقي بنت صغيره قوي بتحب واحد كبير قوي، أو واحد كبير قوي بيحب طفلة صغيرة ومجنناه، وشفنا إن واحد مش عارف يروح يقتل واحدة عشان مش عارف إيه، واحدة تعمل إيه في واحد. فخد بالكم، بس الحب ده عاطفة، ولما العاطفة بتغلب العقل بتفتح بقى المساحة لكل العواطف. ما هو دخلت أنت نفسك في الدخنيقة بتاعت العاطفة تطلع بقى العاطفة، لأن الحب عاطفة والكراهية عاطفة والغيرة عاطفة والشك عاطفة، كل دي كلها عواطف بتتداخل مع بعضها وبتفقد الإنسان قدرته على أنه يستخدم عقله. بيجي مع الحب حب التملك، حب السيطرة. فبقى يعني خليك كده، حتى لو بتحب بس لازم يكون في شوية عقل، في شوية حكمة في موضوع الحب ده. يبقى رقم واحد، ما تتجوزش لمجرد الجواز. اتجوز وفي بالك أنك عايز فعلا تعيش. طبعا لابد يكون في حد أدنى من ارتياح نفسي، بس نظرية أن أنا هتجوزه عشان بحبه أو أنا هتجوزها فقط عشان أنا بحبها، لا. ما دي سكة للحب ده بيبقى عامل زي المادة الطيارة كده، زي السبيرتو، زي الكولونيا، تشمها شوية وبعدين تختفي. يقول لك كانوا بيحبوا بعض جدا ودلوقتي بضربين بعض وواحد فيهم في الاسم والتاني، يعني قصص كده. تاني حاجة بنصح المقبلين على الخطوة دي، طول فترة الخطوبة على قد ما تقدر. احيانا بهزر مع اصحابي اقول لهم طول فترة الخطوبة وقصر فترة الجواز. يعني لو هتعرفوا بعض 10 سنين خليك خطيبة 9 سنين واتجوزوا سنة، او انت خليكي مخطوبة 9 سنين واتجوزي سنة. ليه؟ انا بهزر في حكاية انك تطولها 9 سنين، بس خد وقتك في الخطوبة وخدي وقتك في الخطوبة. انا مش عارف انتوا ليه؟ لان كلما طالت فترة الخطوبة بتتعرف الشخص اللي قدامك، بالذات بقى في لحظات الغضب، لانه الغضب عاطفه جياشه. ساعه الغضب بيبان بقى مدى نبل الانسان واصله وحسن اخلاقه ولا اخره. ولما بتبقى غضبان بتشوف قدامك الانسان من غير الماسك، من غير الوش اللي بيبقى حاطه ده عشان يقنعك بان هو كويس او تقنعك بانها كويسه. لا، الانسان الغضبان خلاص بيتكلمك
باخلاقه. يعني لو قليل الادب هيشتمك وهيسب لك وهيعمل لك، لو انسان محترم هتلاقي غضبه محترم والى اخره. فحكايه انك انتوا تطولوا شويه فتره الخطوبه دي مساله لا باس بها. تالت حاجه، ما تخلفوش على طول خلاص. يبقى الفترة الاولانيه ما تتجوزش لمجرد الجواز، اتجوز وانت مقتنع انك انت هتبني حياه هتكمل يعني، وبيبقاش القضيه الحب بس. اتنين، ودي مهمه جدا، طولوا فتره الخطوبه نسبيا، خدوا وقت، شوفوا بعض اكتر عشان ما تجيش بعدها. ليه؟ هقول لكم ليه الحته دي بس. انا بعتقد وحضراتكم ممكن تختلفوا معايا، 30% من شخصيتنا هو الجزء اللي احنا بنتحكم فيه وبنوريه للاخرين، ده السوشيال ايمج بتاعنا. يعني انا احب الناس تشوفني على ان انا شخصيتي فيها مواصفات كذا وكذا وكذا، بتحكم في سلوكي وفي كلامي وفي تحركاتي بحيث ان 30% يفضلوا باينين. في 30% وراهم بقى مستخبيين تحت الجلد كده، دول هم الجزء بتحكم فيه جزئيا وبتحكمش فيه جزئيا. ده بيبقى فيه رغباتي، مخاوفي، خبراتي السابقه، حاجات لطيفه زي كده. في ورا ال 30 وال 30 في 40% حقيقه بقى، دول هم السبكونشس بتاعك. اللي هو ايه السبكونشس؟ اللي انت ما بتعرفش تتحكم فيه خالص، اللاوعي. ايه بقى اللي حصل لك وانت صغير، واللي انت مش عارف ايه، والامراض النفسيه والاضطراب النفسي والقلق والتوتر، ده ما بتشوفوش غير بعد قدام شويه. يعني طول ما انت لسه بتعرف حد اول اسبوعين ثلاث اسابيع شهر شهرين ثلاثه، ده ما بيطلعش، يطلع مع الغضب جزء الاوراني ده. فتقول لك ده تحول، ده انا كنت متجوزه واحد مواصفاته كذا كذا كذا، ده انا كنت متجوز واحده مواصفاتها، وعمال يندح فيه. وبعدين بمرور الوقت تبص تلاقي الصوره، جبل التلج ده عمال يسيح 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 لغايه ما توصل لل 40%. طيب ثالث حاجه، لو اتجوزتم ما تخلفوش على طول، خد لك سنه سنتين. انا هقول لك سنه على الاقل. الخلفه دي ما هياش قيمه في حد ذاتها. ايه؟ ما هو كويس، خليك ماشي كده ما هتعيش. فالقيمه في انك انت تقضي السنه دي بانك انت تتعرف، في انك انت اسف ما تخلفش، ان انتم ما تدبسوش نفسكم ولا تدبسوا عيالكم في علاقه مش بالضروره تكون مستمره. هنا بقى بتبقى القضيه كبيره شويه، انك انت ينتهي بيك الحال ان انتم تحولتم لاب وام، وانتم اصلا لسه مش عارفين اذا كنتوا هتكملوا مع بعض ولا لا. فانا من مدرسه انتم اقعدوا لكم سنه اكتر شويه، استمتعوا بالحياه، ما تخلفوش على طول، تاكدوا ان انتم ناويين تكملوا مع بعض. لو ناويين بقى، لو خلفتم اوعوا تتطلقوا. انا وجهه نظري كده، يعني اللي يخلفوا خلاص كملوا بقى عيال لغايه ما العيال تكبر ويتحملوا مسؤوليه نفسهم، انما مش سنه سنتين ثلاثه وتخلفوا عيلين ثلاثه وبعدين تنفصلوا. لا، اللي يخلف يفضل بقى مع كده، عارف ان هو هيقعد فتره طويله نسبيا لغايه ما الاولاد يكبروا ويكون عندهم من العمر ما يجعلهم في الاخر قادرين ان هم يفهموا يعني ايه طلاق، يعني ايه انفصال، يعني ايه حاجات زي كده. خامس حاجه، لما تتطلقوا، وده احتمال وارد جدا، تذكروا بقى قول الله تعالى: فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. هتلاقي معظم ايات القران الكريم اللي بتتكلم في موضوع الجواز والطلاق هتلاقيها ركزت على الطلاق اكتر ما ركزت على الجواز. اصل الجواز مفيش فيه مشكله قوي، هي المشكله في الطلاق. وانا بقول ايه؟ تسريح باحسان. الاحسان اعلى من المعروف. ليه؟ لانه في وقت الخناقه كل واحد بقى بيطلع زي ما بيقولوا الغضب، بيطلع اسوأ ما فيه. الانسان المحترم هتلاقيه لما بيطلق بيطلق باحترام. يا بنت الحلال، ادي حقك، ادي نصيبك، ادي نصيب العيال، ادي النفقه، ادي الكلام اللي احنا عارفينه دهيت. وما بيدخلوش بقى، الناس المحترمه ما بيدخلوش في خناقات وصراعات والكلام ده. انا البتاع اللي بتاع في ودني دي مش بتاعتي اصلا. طيب سادسا، الطلاق مش بالضروره بيعني ان حد كويس وحد وحش، لا. الطلاق بيعني ان في نقص في التكافؤ، خصائصهم مش راكبه مع بعض. وحتى بيكون ليه علاقه باللايف ستايل، يعني هي بتحب تنام بدري، هو بيحب يسهر، هو مش عارف بيحب يعمل ايه، وهي بتحب تعمل ايه. احيانا بتبقى الامور مش ان ده كويس وده وحش، لا، مفيش توافق، في صراع في الصفات والطبيعه ما بين الاثنين. يعني انا ممكن الاقي شخص كويس قوي وانسانه كويسه قوي بس مش عارفين يعيشوا مع بعض، يعني هي كويسه وهو كويس عادي. فالطلاق هنا ما هياش، يعني ما هياش بالضروره ان في نقيصه في حد،
هي بتعني انه الشخصين دول هم زي ما تجيب كاوتش عربيه ضخمه جدا وتركبها على عربيه صغيره نسبيا، دي مش بتعدي، بس تجيب مفك مش عارف مواصفاته ايه عشان تطلع مسمار مواصفاته تانية خلاص ما بيشتغلش. نفس المساله هنا، عشان كده انا بقول لما توصلوا للطلاق خلوه سريع، خلوه كريم، خليه باقل قدر ممكن من التكاليف، هين لين مبني على اكبر قدر ممكن من الاحترام. في واحده من تعريفات الزوج المناسب يقول لك جوزي الراجل لما تيجوا تتطلقوا يبقى بيعاملك باحترام، وتجوز الست اللي لما تيجي تتطلقوا تعاملوا بعض باحترام. سابعا واخيرا وتبقى الحقيقه الوحيده في الكون ان اللي رايده ربنا هيكون. لا تقول لي انا عايز اتجوزها ولا هي عايز تتجوزها، ده اللي رايده ربنا هيكون، دي كده نصيب. لو ربنا رايد لكم تتجوزوا هتتجوزوا، مش رايد لكم تتجوزوا مش هتتجوزوا، لو رايد لكم تتجوزوا وتكملوا هتكملوا، مش رايد لكم. هطلع فاصل بس هسيب حضراتكم مع تقرير في الشارع كده عن اراء الناس في موضوع الطلاق ده والاضرار الناتجه عنه، وبعديه هيكون عندنا لقاء مع دكتور حنان جرجس مدير العمليات بمركز بصيره، عاملين استطلاع راي لطيف قوي عن كيف ينظر المصريون للطلاق والطلاق الشفوي والطلاق الموثق والكلام ده. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. السيدة اللي بتشعر بالندم بعد الطلاق بيبقى ده يكمن في كونها تسرعت في القرار، او زوجها هو اللي تسرع في القرار، او في طرف ثالث متدخل في فشل العلاقة الزوجية. اما اللي بتكون غير نادمة اللي بتكون درست الموقف بحذافيره، زي ما الدين عندنا ربنا سبحانه وتعالى قال انه لو الحياة استحالت فطبعا الطلاق وقتها بيبقى افضل قرار، لان طالما انت شفت ان اللي قدامك مش مناسب ليك هيفضل طول حياته مش مناسب ليك، فبالتالي الاثنين هيتعبوا، فالاحسن انه الانفصال. يعني مستوى الفكر مستوى الاجتماعي بيأثر، يعني في زوجة بتتريث شوية بتصبر على زوجها وعلى أولادها وبتبقى عندها تحمل للمسؤولية اللي هي شايلها، وفي زوجة تانية لا. يعني شوف عدد حالات الطلاق اللي موجودة قدام المحاكم دلوقتي، أرقام مهولة نتيجة إن إحنا للأسف ما وصلناش لعلاقة عادلة، يعني في حالة الخلاف بين الزوجة والزوجة إن هم يصلوا لحل يرضي جميع الأطراف. لازم تفكر أكتر من مرة علشان خاطر بيبقى في أطفال، وما تاخدش القرار بسرعة، ما تاخدش قرار سريع، لازم يعني تتحكم في نفسها شوية، وإذا لقيت استحالة بقى إن هي تعيش مع الشخص ده يبقى أنا أفضل الطلاق. الأكثرية بيندموا على فكرة إلا إذا كان الاختيار سيء من الأول. المجتمع الشرقي دايما بينظر المرأة إن هي المتهم الأول والأخير، كل واحد عارف نفسه كويس وعارف تربيته وأخلاقه، وكل واحد بيعمل حاجه صح مقتنع بيها يفضل مقتنع بيها ويفضل في السيستم بتاعه، ما يغيروش عشان اي حد. اي زوجه بتتطلق بيبقى الناس بتبص لها نظره سلبيه، بتعد عليها خطوات الخروج، حتى سواء كانت حتى هي اللي بتشتغل حتى في شغلها بيبقوا عارفينها كل حاجه، اول ما بيعرفوا انها اتطلقت يعني بيبص لها نظره سلبيه. مش عشان المجتمع او علشان الناس هي تعيش في دمار وتعيش في حياه نفسيه صعبه كده وعلشان خاطر الاولاد. لا، كان زمان الست المطلقة يعني منبوذة شوية، لكن حاليا عادي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مدام بقى في طلاق يبقى في فعل الطلاق، ان الراجل هيطلق الست او الست هتطلق الراجل. شوف بقى القصه دي العصمه في ايد مين. احيانا الراجل بيفضل ان هو يخلي العصمه في ايد الست بدل الشبكه، فبيحكي براحته. وطبعا بيبقى اكيد مدام في اولاد بيبقى في حضانه مين اللي يربي الاولاد والكلام ده. طيب ماذا عن راي المصريين عن هذه الامور؟ المصريين شايفين الموضوع ده ازاي؟ معي الدكتور حنان جرجس مدير العمليات بمركز بصيره. مساء الخير دكتور. مساء النور يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. ودكتور ماجد بخير الحمد لله. الحمد لله. دكتور ماجد عثمان عاده هو كان بيطلع معانا بس هو النهارده يعني كان في امريكا بيعمل شغل هناك، فدكتوره حنان شرفتنا. فانا اول ما عرفت انها موجوده قلت لا هاتوها بسرعه بقى. سايب لي ورايا الحمد لله. لا بس هو راجع عارف هو يعشق تراب الوطن. ده كان استاذي درس لي في الجامعه. استاذنا كلنا. استاذنا كلنا صحيح. طيب احنا عندنا استطلاع رأي حول بعض الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. ده استطلاع رأي حضراتكم عملتوه في فبراير 2017، يعني ده معناه انه ايه، حاجة حديثة جدا. اول سؤال او يعني السؤال يعنينا احنا، حضراتكم تسألوا الناس تقول لهم في رأيك الشخصي
انت موافق ولا مش موافق على وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق؟ اللي هي فكره ان واحد يقول للست انت طالق، انت طالق خلاص، اتنرفزت خانقوا مع بعض، جابت له الشاي من غير سكر حاجه يعني، انت طالق خلاص بقت طالق. ولا الفكره الثانيه انه ده لا يقع، دي كانت نيته انما، او يعني كان ايه يعني نقطة البداية في انه روح بقى يسجل، يا فلا يقع الطلاق، هي ما اتطلقتش فعلا الا اذا راح المحكمة ومضى والكلام. طيب من حيث المبدأ كان في جدل، احنا فاكرين الرئيس طلع اتكلم في الموضوع ده وكان اكثر ميلا للتوثيق، لازم تروح المحكمة. وبعدين المجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء اجتمعوا وقالوا اخوانا احنا تاريخيا ووفقيا كان عندنا انه الطلاق يقع بالقول، ما دام الراجل ما كانش غضبان ولا متخانق ولا شارب خمرة ولا مش عارف ايه، يبقى الموضوع يقع. نقول انه المصريين كان ليهم رأي في هذه المسألة، ايه اللي حضراتكم شفتوه من اراء المصريين في الموضوع ده؟ اللي احنا شفناه انه تقريبا تلتين المصريين مع فكرة عدم وقوع الطلاق الشفوي الا اذا بقت اجراءات توثيق، يعني فكرة بقى انه تنرفز وقال لها انت طالق والكلام ده، ده كله الناس شايفة انه الافضل انه ده لا يعتبر حال الطلاق، نظرا لانه حالات الطلاق اللي من النوعيات دي في الفترة الاخيرة زادت. وفي نفس الوقت طبعا حضرتك لسه كنت بتتكلم على انه اللي بيتطلق ده لو عنده اولاد الاولاد دول مصيرهم ايه، صحيح. وبالتالي الناس شايفه انه الافضل انه يبقى في وضع منظم للطلاق، خاصه انه طبعا احنا بقالنا فتره كبيره في مصر عندنا نظم توثيق ونظم توثيق متقدمه، فاذا كان الزواج بيوثق ولا يسري الا اذا وثق، فلماذا لا يتم توثيق الطلاق؟ ده الجواز الرسمي لا صح لا يسري الا انا بوثق الجواز، لازم اوثق الطلاق يعني يبقى الموضوع ماشي بالمثل. في دول سبقت مصر في موضوع توثيق الطلاق والغاء فكره الطلاق الشفوي، وهي دول اسلاميه وهذه القوانين تسري فيها حاليا. فالناس في مصر معظمها مع فكره الغاء الطلاق الشفوي او اعتبار الطلاق الشفوي ده لا يقع الا اذا تم التوثيق بتاعه. فاحنا عندنا تقريبا 63% ضد فكره وقوع الطلاق الشفوي، مع فكره انه الطلاق الشفوي لا يقع الا اذا وثق. في 16% فقط هم اللي شايفين انه لا الطلاق الشفوي ده طلاق يجب ان يقع حتى لو كان في لحظه غضب وتفر مش فارق معاه. في 21% بيقولوا انه لا احنا مش قادرين نقرر، دي الصوره الرسمه اللي قدام حضرتك. 63% مش موافق على انه الطلاق الشفوي يقع فلازم تروح المحكمه. ده ما دام اتجوزتم رسمي بتطلقوا رسمي، سواء بقى في المحكمه او من خلال مأذون، لكن في النهايه انه في فتره هتدي للناس فرصه انها تهدى وتفكر وتاخد قرار بناء على كده اذا كان فعلا تعمل موضوع الطلاق ده ولا تستمر. طب دكتور حنان، ده بياخدني لموضوع تاني، الرجالة والستات في فروق ما بينهم في هذه المسألة؟ في فروق ما بين الرجالة والستات، طبعا الستات ضد فكرة الطلاق الشفوي أكتر من الرجالة، ويمكن ده لأنه تبعات الطلاق الشفوي بتقع على الست أكتر من الرجل. لكن طبعا الملاحظ أنه رغم أنه في فرق، يعني الستات نسبة ضد الطلاق الشفوي 67% في مقابل 60% من الرجالة، في فرق لكن الفرق مش كبير، يعني احنا كنا بنتوقع انه لا المراه هتبقى ضد الطلاق الشفوي اكتر من كده، لكن الحقيقه انه الفروق مش كبيره ما بين يعني كنا متوقعين ان الرجاله ترحب بالطلاق الشفوي اكتر من الستات، وكنا متوقعين نسبه الستات اللي ترفض الطلاق الشفوي تبقى كبيره قوي، يعني حاجه 90% مثلا، فاحنا اكتشفنا ان هم قريبين من بعض في حدود بالزبط. الستينات بالظبط. ما هو عارفه حضرتك زي ما حضرتك قلتي كده انه الست هي اللي يعني، ما هو القران بيقول لك ايه، فلا تذروها كالمعلقه، يعني مش انا مثلا اروح قايل لواحده انت طالق وبعدين تقول لي طب امضي على الورق، ولا لا مش همضي، ونقعد بقى احنا ايه، هي مش عارفه مطلقه ولا متجوزه يعني بالظبط، وتتعامل ازاي؟ ما هي دي الحقيقه مشاكل بيقابلها سيدات كتير في مصر. لكن اعتقد انه عدم وجود فروق كبيره ما بين اراء الذكور والاناث في مصر فيما يتعلق بموضوعات كتيره خاصه بالمراه، احنا بنشوف حالات مشابهه زي دي كتير. يعني واضح انه المراه في مصر ما هياش مع قضايا المراه 100%، يعني في حاجات مش بتلاحظيها كتير دي. لا دي ملاحظه كتير الحقيقه في كتير من الاستطلاعات اللي احنا بنعملها، يعني مثلا لما تيجي تتكلم مع السيدات ومع الرجال وتطرح عليهم فكره مثلا انه اذا فرص العمل المتاحه قلت هل الاولويه للذكور ولا للسيدات؟
فتلاقي انه الرجاله والستات شايفين انه الاولويه للذكور، حتى لو كان حتى الست نفسها شايفه لا شغاله اخويا او جوزي حتى لو كانت الكفاءه واحده او الست اعلى في الكفاءه، لا هم ما بيفكروش كده، هم شايفين ان الاولويه للذكور. فالحقيقه انه المجتمع الذكوري حتى حتى يعني المراه المصريه بتتعامل يعني الى حد كبير يعني. فهي طبعا فكره وعي من ناحيه، وفكره عادات وتقاليد، واحساس دايما انه الراجل هو المسيطر وهو يعني ففي حاجات كتير في المجتمع. بس كمان بنلاحظها احيانا، تقول لك ست، يقول لك انا ما اشتغلتش مع مديره ست، الست تقول لك انا مش هشتغل مع مديره ست. ده ايه بقى الحكايه دي؟ بيتخانقوا مع بعض كتير. شغلانه صح. لا على فكره مش هو لا يعني بس احنا بنلاحظ انه في تقبل لفكره العمل مع سيدات، لكن الحقيقه اللي بيقلقنا في بعض الاستطلاعات اللي بنعملها انه بيبقى الشباب هم الاكثر رفضا للعمل تحت قياده سيده. صح. وده معناه ان احنا عندنا حاليا في جيل من الشباب هيطلع قدام شويه هيبقوا هم المسؤولين عن الانتاج وعن إدارة الدولة. هذا الجيل ليس مؤيد للسيدات وليس من المؤمنين بحقوق المرأة أو بالمساواة، وبالتالي هنا وقد يكون ده لأنه برضو في فترة كده مرت بيها مصر كان في تربية مش عايزة أقول متحفظة، لكن تربية ما هياش بالضرورة بتؤيد العداله ما بين الرجال والنساء يعني. ما هو عايز اقول فتره السبعينات والثمانينات لحد بعيد بقى حصل كذا حاجه، حصل انه سافر كتير مننا لدول الخليج والدول مجتمعات الخليج. دلوقتي بقت مجتمعات الخليج دي ربما بقت اكثر انفتاحا مننا في بعض القضايا، اكثر انفتاحا. بس هم خلاص احنا خدنا الايه الفيروس، لكن احنا تشبعنا بالثقافه اللي كانت موجوده عندهم ونقلناها للمجتمع المصري، وبالتالي صحيح. المجتمع المصري النهارده بيعاني من فكره عدم الايمان بالمساواه ما بين الذكور والانثى، وبرده فكره انه بقى في تيارات دينيه منغلقه لحد بعيد بتنظر للمراه نظره، خصوصا في العشر سنين الاخيره يعني. احنا في العشر سنين الاخيره شفنا حاجات كتير مستجده على المجتمع المصري ما هياش من العادات والتقاليد اللي كانت معروفه عن المجتمع المصري. وبالتالي ده النهارده بيأثر في تفكير الشباب بصوره كبيره قوي. يعني احنا بقى عندنا الستات والرجاله الاثنين بنسبه حاجه و60% بيقولوا يا اخوانا بلاش موضوع الطلاق الشفوي ده. بالظبط. فالراجل اتخيل كده عقل الراجل يقول لك ايه، يقول لك ما انا مش كل ما اقول كلمه تاخد العيال وتلم البتاع وتمشي. أنا فهمت؟ لا احنا يعني احنا يعني ايه يدي نفسه فرصه. بالزبط. انه يتراجع. صح، في خط راجع. تمام. طيب عندنا سؤال بعد من كده بيتكلم بقى عن مستوى التعليم. وبيقول نفس السؤال بقى ويشوف بيقارن الناس الجامعيين، الناس تعليم المتوسط، الناس اقل من المتوسط. والحقيقه انه السؤال ده اجابته كانت مفاجاه بالنسبه لنا. ليه؟ لانه وجدنا انه اللي عندهم تعليم اقل من المتوسط ضد فكره الطلاق الشفوي اكتر من اللي عندهم تعليم جامعي او اعلى. ودي ظاهره تستدعي. لا استني حضرتك قوليها تاني كده. اللي تعليمهم اقل من المتوسط ضد فكره الطلاق الشفوي اكتر من اللي عندهم تعليم جامعي او اعلى. ده اللي واضح قدامنا في ده عكس اي حاجه يقولها، عكس الحاجات اللي انا اتوقعها. ده معنى التعليم بتاعنا بيزيدنا تخلفا. لا على فكره مش بالضروره يعني، هي طبعا دي تحتاج انه حد بقى من علماء الاجتماع يدرسها بصوره اعمق، لكن مثلا ممكن نفسرها تفسير اخر انه الاشخاص المتعلمين الاعلى تعليما بيتوقعوا ان هم مش هيوصلوا لفكره الطلاق الا اذا كان عندهم قرار يقيني انه خلاص احنا مش هنكمل وفي طلاق. ففكره انه الطلاق الشفوي ده عشان انا متعصب وبتاع ممكن تكون مش ده الدافع اللي هو بيشوف انه ممكن ساعتها يلجا للطلاق. وبالتالي هو بيعتبر انه انا اذا قررت الطلاق طلع بقى شفوي او رسمي موثق مش هتفرق، انا خلاص وصلت لمرحله الطلاق. فده ممكن يكون تفسير. التفسير الاخر اللي ممكن نشوفه هنا هي فكره انه ممكن يكون الناس هنا بتفكر في المقارنه بتاعه سلطه الدين وسلطه الدوله. يعني اذا كان الرجال الدين زي ما حضرتك قلت من شويه انه الازهر وكده طلعوا قالوا لا احنا الطلاق الشفوي ده معمول بيه وده معترف بيه ورسمي، فممكن جدا يكونوا الاكثر تعليما شايفين انه الحاجات اللي ليها علاقه بالدين متروكه لسلطه الدين، والحاجات اللي ليها علاقه بالحياه اليوميه العاديه متروكه لسلطه الدوله. يعني ممكن تكون المقابله دي هي برضو اللي مخليه الجامعيين اكثر ميلا الى انه نمشي مع سلطه الدين في الحته اللي الدين يحكم فيها. عارف يا دكتور حنان، انا برضو ده بيفتح النقاش لقضيه انه هو اصلا كان ايه الموضوع؟ الرئيس لما فتح الموضوع كان بيتكلم عن انه في مشكله في ارتفاع نسبه الطلاق. فجزء من الناس دي بتفكر تقول لك ايه؟ تقول لك ايوه بس رسمي ولا شفهي
ده مش هيحل المشكله. يعني الطلاق بيقع، هي الفكره كلها دلوقتي هو احنا هنوثقه ولا مش هنوثقه. فممكن لو احنا وثقناه ده ما يحلش مشكله الطلاق، يعني يفضل مستوى الطلاق عالي بس هيبقى رسمي على طول. هي الحقيقه فكره انه الطلاق، ايقاف الطلاق الشفوي وعدم الاعتراف بيه هو بس هينجينا من حته انه حد متعصب فيروح يقول لمراته انت طالق، او فكره اللي طول النهار عمال يحلف عليا الطلاق لو ما عملتيش كذا انا هعمل فيك كذا. لكن في احوال تانية كتير طبعا لازم نعترف انه الطلاق ما بيبقاش نتيجه عصبيه، لكن استحاله العشره دي ممكن تحدث وبالتالي في النهايه هيحصل طلاق. فهي بس فكره الطلاق الشفوي بتمنع حالات الطلاق اللي بتحصل نتيجه قرار لحظي صاحبه مش مفكر فيه بصوره ويرجعوا يندموا عليه بعد من كده. طيب السؤال اللي بعد من كده ده علاقه بقى بموضوع ايه الحضانه والكلام الكبير ده. يا ترى انت موافق ولا مش موافق على القانون اللي بيمنح حضانه الطفل للاب في حاله زواج الام؟ يبقى هنا الام اتجوزت فالاب بياخد بشكل تلقائي حضانه الاطفال حتى لو كان هو متزوج. حتى لو كان هو متزوج يعني ده لو تفتكر حضرتك كان من حوالي شهرين في احدى عضوات البرلمان اقترحت على انه يتم مناقشه مشروع قانون في البرلمان بهذا الخصوص. فاحنا مجرد ما بدا نشر موضوع زي ده فروحنا عملنا استطلاع، وده كان في ديسمبر اللي فات، وسالنا الناس عن رايكم في مقترح القانون المقدم. اولا لقينا نسبه قليله من المصريين هم اللي سمعوا عن مقترح القانون، فاللي ما سمعش عن مقترح القانون قلنا له ده في مقترح كذا ايه رايك فيه. فلقينا انه في 35% فقط هم اللي بيساندوا المقترح ده، وفي نسبه حوالي 56% يعني اكتر من نص المصريين بشويه ضد هذا المقترح، وفي 9% وقفوا على الحياد وقالوا احنا مش قادرين نقرر. ممكن يكونوا مش قادرين يقرروا، ممكن يكونوا الموضوع لا يعنيهم لان هم بالاساس مش متزوجين يعني العمليه بالنسبه لهم مش هتفرق كتير. يعني احنا كاننا بنقول ان 56% من المصريين مش موافقين على منح الحضانه للاب في حاله زواج المراه، في حاله زواج الام مظبوط، وكانهم ضمنا بيقولوا لا خلوا الاولاد مع امهم مظبوط. طب ده كويس، موقف عقلاني لحد ما بعيد طبعا. لا على فكره هو اصل طبيعي والاستطلاعين بيورونا انه في مواقف عقلانيه موجوده، يعني الناس بتفكر وبتفكر في مستقبل الابناء وازاي مستقبل. وحتى على فكره لما سالنا سواء اللي موافقين او اللي مش موافقين على ليه موافق او مش موافق، تلاقي الكلام كله بيتجه في قصه مصلحه الاطفال. يعني مثلا اللي مش موافقين على المشروع القانون ده وشايفين انه لا الطفل يفضل مع امه، لما تسمع الكلام يقول انه تربيه الام افضل من تربيه زوجة الاب، يعني الطفل هيبقى مستريح مع امه اكتر ما هيبقى مستريح مع زوجة الاب. السبب الثاني انه الام اولى برعايه اولادها. السبب الثالث اللي ظهر انه الطفل بيبقى معتمد على امه اكتر ما هو معتمد على ابوه، وبالتالي يبقى الافضل انه يفضل مع الام. على الجانب الاخر بقى اللي موافقين على مشروع القانون وشايفين انه لا الافضل ان الاطفال في الحاله دي يروحوا لابوهم، بيتكلموا انه تربيه الطفل مع الاب افضل من تربيته مع زوج الام. في السبب الثاني وده برضو بيجي بنسبه عاليه، يعني يمكن 30% من الناس الموافقه على مقترح القانون بتقول السبب ده، بتقول انه صعب قوي ان البنت تتربى مع زوج الام، ده في النهايه راجل غريب. صح. فهو في الحالتين في مواقف عقلانيه، لكن هي في النهايه انهي موقف بقى هو الغالب هو اللي معاه النسبه الاكبر كده من الناس. في النصايح المعموعيه اللي انا بدات بيها الحلقه قلت ما تتجوزوش. انا الحقيقه معجبه بالنصيحه دي جدا. لو هتتجوزوا اخطبوا فتره طويله. طويله يعني. ولما اخطبوا بعض فتره هيتخانقوا، لما يتخانقوا يرجعوا الخطوة الاولانيه تاني، يبقى كده ما تتجوزوش برضه. وحاولوا ما تخلفوش، ولو خلفتوا ما تجوزوش اكتر من عيلين يعني. لو ناويين تخلفوا اقعدوا فتره الاول تاكدوا ان انتوا هتكملوا مع بعض عشان ما تبلوش نفسكم والعيال باسر يعني ما. صحيح. خلاص خلفتوا كملوا بقى شويه مع بعض لغايه ما العيال تكبر. مسؤوليتكم بقى وتشيلوها لحد الاخر. طيب بس انا عندي مشكله فعلا. هو الناس لما بتيجي تتجوز ليه في حاله من الصربعه في انهم عايزين يخلفوا بسرعه والحاجة. يعني انا ما ببقاش فاهم المنطق. يعني انا هقول لحضرتك حاجه من دراسات كتير اتعملت بالذات لما بنتكلم على الانجاب في السنه الاولى واستخدام وسائل تنظيم الاسره خلال السنه الاولى. في دايما راسخ في اذهان الناس بعض الاشياء الخاطئه، من ضمنها مثلا انه استخدام وسائل تنظيم الاسره بعد الزواج مباشره ممكن يؤدي الى العقم، وبالتالي لا بلاش يا بنتي تستخدمي دلوقتي وسائل تنظيم اسره لحد هاتي العيل الاولاني وبعدين استخدميها بوحدك احسن تستخدميها ويحصل لك. فبيعتقدوا انه بالظبط وسائل تنظيم الاسره في حد ذاتها ممكن يترتب عليها
مش تاخير الانجاب، لا ده الغاء الانجاب. بالظبط. فيقول لك هنخلف الاول، هنخلف عايز نضمن وبعد كده. فتلاقي مثلا عندنا من الاحصائيات بيبان ان 92% من المصريات ما بيفضلوش استخدام وسائل تنظيم الاسره الا بعد انجاب الطفل الاول. طيب هنرجع للموضوع ده، بس عايزين حضرتك نطلع فاصل سريع وبعد فاصل نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولا يزال معي الدكتوره حنان جرجس مدير قسم العمليات بمركز بصيره، واستطلاعات الراي اللي عندنا مهمه جدا. دكتور حنان، عندي سؤال. هو تنظيم الاسره، الناس اللي بتعارض تنظيم الاسره ووسائل تنظيم الاسره، هم بصين لها من وجهه نظر دينيه، يعني شايفينه حلال وحرام، ولا اغلب الناس لا عندهم اعتبارات تانية؟ الحقيقه اغلب الناس لا. يعني احنا في استطلاع حديث عملناه في سنه 2016 سألنا الناس على حاجتين. سألناهم هل شايف ان استخدام وسائل تنظيم الاسره حرام ولا حلال بعد انجاب الطفل الخامس، ودي كنا حاطينها خامس يعني كده. فالناس قالت لا. فقلنا طيب لو سألنا على الطفل الثاني هيقولوا ايه؟ فالناس معظمها برضو قالت لا مش حرام. فهي الفكره مش انه حاسس انه هي حرام او حلال، لكن هو بيشوف الانسب بالنسبه له. الناس في مصر عندها تفضيل عالي جدا وقناعه عاليه جدا انه العدد الامثل للاطفال في المتوسط حوالي 3 اطفال. احنا في مصر بنستهدف طفلين عشان احنا هدفنا ان احنا نعمل ثبات في عدد السكان، ففكره الطفلين دي هي اللي بتعمل الثبات. لو جبت الثالث عدد السكان بيزيد. احنا عندنا دلوقتي في مصر تقريبا متوسط عدد الاطفال اللي بتنجبهم سيده حوالي 3.5 طفل لكل سيده. بمعنى انه كما لو كان كده، لو شفت السيده الاولى والثانيه والثالثه و10 سيدات كده، تلاقي ال10 سيدات جايبين 35 طفل، فتلاقي في المتوسط الواحده نصيبها 3.5 طفل. فاحنا حلمنا ان هم يكونوا 20 طفل. احنا حلمنا ان ال10 يجيبوا 20، يجيبوا يعني يجيبوا 20 طفل ونقف عند ال20 طفل. الحقيقه الوضع اللي مصر فيه دلوقتي بيضع مصر في وضع صعب جدا، لانه ده معناه انه على سنه 2030 هيبقى عدد سكان مصر حوالي 120 مليون نسمه. لو استمرنا على 3.5 طفل في المتوسط دي. احنا نفسنا انه حتى مش عايزين ننزل ل 20، يعني استراتيجيه القوميه للسكان بتقول ننزل ل 24، يعني 2.4 طفل لكل سيد. وده يوصلنا انه نوصل بعدد سكان مصر لحوالي 109-110 مليون. طب ممكن اسالك سؤال؟ طب احنا بنقولوا نسبه الانوثه عاليه ونسبة الطلاق عالية، والعالية دي بتيجي منين؟ نسبة العنوسة، لا احنا ما عندناش في مصر نسبة عنوسة عالية على فكرة. والله؟ لا خالص. احنا بنشيع عن انفسنا حاجات مش صح. حضرتك لو بصيت على مثلا بيانات التعداد الاخير وحتى المسوح المختلفة اللي بتتعمل، تلاقي انه ما بين الاناث اللي عمرهم 35 سنة فأكتر، 3% فقط هم اللي لم يسبق لهم الزواج. 3% بس؟ 3% فقط. كل الناس دي؟ وعلى فكره ومعدلات الطلاق برضو ما يشاع انها عاليه جدا. احنا عندنا مثلا في 2015 عدد حالات الطلاق اللي حصلت كانت حوالي 200,000 حاله. فده معناه انه ما بين كل 1000 من السكان في حالتين طلاق بيحصل. ما هياش يعني خدعنا انفسنا فقلنا، ما هياش معدل منخفض مقارنه بدول اخرى، بس برضو ما هياش المعدل المرتفع اللي يخليك تبقى متخيل ان في حالات طلاق كتير قوي بتحصل. ما يعني ما هياش يعني احنا بنزيد عددا بما يتناسب مع ثلاث حاجات. اولا انه نسبه الانوثه مش عاليه قوي كده، والطلاق مش عالي قوي كده، وثالث حاجه احنا عندنا اعتقاد بانه الانجاب الاكثر ده عزوه وحاجه فخر لا مش بس عزوه، وفي الريف وفي المناطق الفقيره بيعتبروه مصدر دخل، لانه الطفل بيبقى مش مكلف بالنسبه لهم. انا ما بعلموش وما برعاهوش صحيا، لكن بشغله لما يوصل 5-6 سنين، فبالتالي هو مصدر دخل بالنسبه لي. طيب يسعدني ان يكون معي الدكتور صبري عباده، مستشار وزير الاوقاف. مساء الخير دكتور صبري. دكتور صبري، طب نرجع لدكتور صبري تاني بعد اذنكم. طب في برضه قضيه تانيه مرتبطه بموضوع تنظيم الاسره والكلام ده. احنا كده يعني بالصلاه على النبي، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا ماشيين في سكه ممكن تاخدنا ده يعني انا مره حسبتها ان احنا خلال 30 سنه هنضرب في 2. احنا تقريبا دي معدلات التضاعف، بنتضاعف كل 30 سنه. يعني احنا خلال 30 سنه من دلوقتي احنا عايزين نيل تاني، وعايزين نفس عدد المدارس والمستشفيات. احنا تضاعفنا ما بين سنه 1980 و2013، ف يعني 33 سنه تضاعفنا ضربنا عدد السكان في 2. طب احنا بقى بالعقل كده، انا بس بخاطب في حضراتكم ضمائركم. طب انت لما هتزيد كل 30 سنه في 2، يعني ده معناه انك انت عايز نفس عدد المستشفيات ونفس عدد المدارس ونفس عدد الطرق، يعني عدد الطرق وكميه الميه
طب احنا هنجيب كل الكلام ده منين؟ طيب معي دكتور صبري عباده مستشار السيد وزير الاوقاف. مساء الخير دكتور صبري. اهلا اهلا مساء النور يا فندم. عندي سؤال مرتبط بداتا بمعلومات جايه لنا من استطلاع راي. استطلاع الراي بيقول انه لما سالنا الناس قلنا لهم كده في رايك الشخصي انت موافق ولا مش موافق على وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق، فمركز بصيره في فبراير اللي فات ده لقى انه 63% من المصريين بيقولوا لا احنا مش موافقين على وقوع الطلاق الشفوي او الشفهي بدون توثيق. هل لحضرتك قراءه في هذه المساله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. اولا هذه القضيه قتلت بحثا واستطلاع لابد ان يكون من 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 ذو خبره او علم عن هذه القضيه حتى يكون راي سديد. لكن اذا كان استطلاع راي من عامه الناس ومن البسطاء ومن الذين ليس لديهم معرفه دينيه او فقه ديني فلا يعتد بهذا الاستطلاع. نعود الى اصل القضيه وهي قضيه وقوع الطلاق الشفهي اي الطلاق. عندنا قاعده فقهيه بتقول ما لا يتم العقد الا به لا ينفك الا به. عقد الزواج هو احدى العقود الرضائيه الذي ينشا بناء على قبول وإيجاب من الزوج أو من الزوج ولي الزوج أو الزوج. ولكن إذا استحالت العشرة وأصبحت العشرة مستحيلة بعد أن استنفذت كل طرق الود والإصلاح وكان الطلاق هو السبيل لهذه القضية، نص القرآن الكريم وقال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. أي القضية الطلاق ليست في المقام الأول الفراق والخلافات والاشتقاق فقط، ولكن ربما تكون حلا للموضوعات وعلاجا لقضايا. هذا الامر ديني وليس اجتماعي او سياسي او اقتصادي او عسكري او اي شيء. ولكن انا راجل معتقد ديني وهذا الاعتقاد الديني عندي سواء في المسيحيه او في اليهوديه او في البوذيه او في اي ديانه رسم لتابعيه والمؤمنين بهذا الدين طريق في الزواج والطلاق وما الى ذلك. لكن الاسلام الحنيف وهو الديانه السماويه الخاتمه جعلت من الطلاق هو السبيل لانهاء العلاقه الزوجيه، وحاله ان يتلفظ الزوج بكل ما لديه من قوه عقليه واستقرار نفسي ودون اي مؤثرات يبقى اذا اجتمعوا على ان الطلاق هو السبيل الوحيد لانهاء العلاقه الزوجيه. خلينا نقول للناس بقى ايه هو؟ ما هي ثقافة الزواج؟ وما هي العلاقة بين الرجل والمرأة؟ وما هي حقوق المرأة عند الرجل؟ وما حقوق الرجل عند المرأة عند الرجل؟ حتى يعلم الشباب والمقبلين على الزواج أن الزواج ليست علاقة جسدية، ولكن الزواج هو علاقة روحية، قدسية، إيمانية، ثم يتبعها العلاقات المادية. دكتور صبري معلش قبل حضرتك ما توصل للنقطة دي، ممكن أسألك سؤال؟ هل تتسع مظلة الإسلام لتشمل من يجتهد فيرى انه بما انه العلاقه في الاصل الزواج يعني والثقه امام مأذون او امام او عند الدوله، فلا بد كمان انه حينما تنتهي هذه العلاقه اللي حضرتك وصفتها بانها علاقه رضائيه يعني قائمه على رضا الطرفين، الا تنتهي الا بالتوثيق امام المأذون او امام او عند الدوله؟ اولا الطلاق لا يتم بالنسبه للمأذون بيكون استنفذت كل السبل، يعني راح للمأذون جاهز خلاص انتهينا. عشان انهي العلاقه الماديه والعلاقه القانونيه التي بين الرجل والمراه. دي هذه الاولى. الامر الثاني المأذون استحدث من قوانين لما حدث من خراب الزمن. انا عاوز اقول لسيادتك لو بصيت للطلاق وقلنا للناس ان الطلاق الواقع الذي هو يوجب الفراق بين الزوج والزوجه هو الطلاق المنجز. اي وقع من انسان بدون مؤثرات دون ادنى اشياء تخرجه عن حد الطبيعه يبقى هذا الطلاق انا خلاص استقريت على ان انا عاوز اطلق. لكن الطلاق الهازل، طلاق الاستكران، طلاق المكره، طلاق اللي في اغلاق في غضب، الغضب له حد ادنى واعلى اللي هو يغير الطبيعه، لا يقع لا يقع لا يقع لا يقع لا يقع، علي الطلاق ما يقعش. انت طالق ان ما رحتيش بيت ابوكي يبقى هذا معلق. قال انا مش عدت بحبك وما تدفعيش لي يا زوجه هذا ليس بطلاق. كل هذه الفاظ ليست بطلاق. لكن احنا عاوزين نقول حاجه واحده، لما انت تستقر زي ما نقول اليمين المنجز
المنجز المنهي للامر نهائيا. ما اقدرش ان انا اقول للناس انا النهارده قلت للاستاذ معتز، دكتور معتز انا عليا ليك 100 جنيه خلاص انتهت مفيش فيك، لكن انا ملزم ادبيا ملزم اخلاقيا. الاسلام جعل من اللفظ دليل على ما يدور بداخل الانسان، وجعل من الكتابه اقرار من عما اعتقده الانسان، وجعل من الاشاره دليل على الفعل الذي يصدر عنه. يعني كل دي هذه ادله تدل على ما بداخل الانسان. انا النهارده لو شاورت سيادتك باشاره يفهم منها ان انا بتوعدك لامر سيء خلاص انا لازم اخد احتياطي. اشاره فقط لغير. انا لو كتبت اقرار على نفسي مثلا بطلاق زوجتي لازم يقع الطلاق. تمام. شكرا يا دكتور صبري، شكرا جزيلا. هنا الرساله من دكتور صبري، بس يعني ما تلعبوش بقضيه الطلاق دي. يعني انا لو هلخص اللي هو قاله، يعني على اقل الفروض، يعني مش اقل الفروض، هو يرى انه ده اصل الدين، يعني انه لو حضرتك قلت لزوجتك انت طالق وواضح انك انت مسيطر على نفسك، ما انتش لا مجنون ولا متخانق ولا شارب خمره ولا واكل مش زي ما انا اكلت مش قبل ما اتخرج حاجات اصلا بتخلي الانسان مش منضبط، ممكن يطلق ممكن يطلق هو شغل باله، لازم اي حاجه يطلق يروح ضارب الكوبايه. فانت يعني لو مركز وفاهم انت بتقول ايه هيقع الطلاق. روح بقى للدوله، برش الدوله ده موضوع تاني. بس هي فعلا القضيه اللي بتواجهنا ازاي احنا ما نخليش الراجل يترك الزوجه كالمعلقه. دكتور حضراتكم عملتم سؤال تاني مهم على موضوع الحضانه، اللي هو حضانة الطفل الأب في حالة الزوجة، وقارنتم ما بين الإناث والذكور، وصلتوا لإيه بقى؟ طبعا الإناث أكثر رفضا لمشروع القانون. أنت أنا هتجوز تاخد مني العيال؟ بالظبط. والفروق الحقيقة هنا الواضحة فروق عالية، يعني حاجة 20% يعني في 24% بين الستات، أكثر من 20 نقطة مئوية فرق ما بين الذكور والإناث. فكأنه الستات رافضة أكثر من الرجالة. بس ده المشروع اللي تقدمت بيه أصلا سيدة. ما هو الحقيقه يعني برضه دي من الحاجات اللي بيبقى عليها علامات استفهام في مصر كده. والحقيقه انا يعني في تعليق عام على النواب في البرلمان. هل نواب البرلمان قبل ما بيتقدموا بمشروع قانون في حد فيهم بيفكر ياخد راي المصريين اللي هو بينوب عنهم في البرلمان او بيمثلهم في البرلمان؟ هو كل واحد بخل وحده كده يعني الحقيقه ما فيش حاجه بيعملها. لا يعني انا بطرح سؤال ما عنديش اجابه ليه، لكن الحقيقه اعتقد من اللي احنا بنشوفه في حاجات كتير بنسال فيها في استطلاعات الراي انه البرلمان في اوقات كتير جدا بيكون بعيد عن نبض الشارع المصري. هو ممكن يكون ان بعض النواب مبدعين، بس مش مبدعين قوي كده، يعني ده كده ابداع. لا يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في اخر استطلاع من يمكن حوالي 3 شهور ولا حاجه عملناها على تقييم اداء المصريين للبرلمان، تقريبا ثلث المصريين فقط هم اللي راضيين عن اداء البرلمان. ثلث المصريين فقط راضيين عن اداء البرلمان، الباقيين ما بين انه احنا مش قادرين نحكم على ادائه اصلا، احنا مش عارفين هم بيعملوا ايه، وما بين الرافضين لهذا الاداء. وبالتالي برضه ده بيديك دلاله على انه لا، البرلمان بعيد عن الشارع المصري. ودي مشكله ثانيه بقى. انك انت توصل لمرحله المؤسسات السياسيه ما تكونش في قلب النقاش والحوار السياسي، وبالتالي الناس مش واعيه بيها، هيبقى صوتها هي موجوده ليه؟ يعني هي بتبدو انها شكل بروتوكولي اكتر ما هي يعني. طيب حسب بقى التعليم برضه، التعليم بيورينا هنا يعني نتائج منطقيه الى حد كبير، انه كل ما التعليم بتاع الشخص زاد كل ما هو بيبقى ضد فكره انه الحضانه تروح للراجل في حالات. يعني بدي المراه الحد الادنى من حقها في انها تستأنف حياتها، وفي نفس الوقت بتقوم بدورها يعني. وللامانه يعني لو الراجل قرن بس برضه في حاجه ثانيه انا بسمعها من الرجاله، يعني انا ما عنديش بقى معلومات عنها، ان الرجاله بتقول لك الستات بتفتري علينا ما خلوش يشوفوا الحضانه وحاجات، بيشوفوا قصدي الرؤيه، حاجه لها علاقه بالرؤيه وكلام زي كده. عملتم اي دراسات في الموضوع ده؟ لا الحقيقه ما سالناش على القانون او يعني المقترحات اللي بتصدر لقانون الرؤيه. لكن طبعا واضح انه في مصر في الفتره اللي فاتت في تطور كتير حصل في موضوع الرؤيه، من الرؤيه فقط للرؤيه والاستضافه، يعني في تطور بيحصل في النقطه دي كبيره. تمام. طيب دكتور حنان جرجس مدير قسم العمليات بمركز بصير، خلينا نشكرك شكرا جزيلا. اشكر حضرتك. واروحوا استمروا في نقطه استطلاعات الراي تشرحوا لنا كيف يفكر المصريون، عشان برضو ده واجب علينا، لانه لما البرلمان يكون عارف الناس بتفكر ازاي في بعض القضايا، كل حاجه من اتنين، يا اما همتسل
يا اما يكون دوره ان هو يوعي الناس. يا اخوانا خدوا بالكم اللي انتم بتفكروا فيه ده مش مظبوط، هيودينا لمشاكل اكتر او حاجات زي كده. خليني اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور ماجد، كل العاملين في مركز بصيره. طيب خلوني بس اقول لحضراتكم احنا استنتجنا ايه من الحلقه اللي احنا فيها دهيت. رقم واحد، واضح ان المصريين لا يتاثرون فقط بالامور الدينيه، لانه الموقف المعلن من هيئه كبار العلماء ومجلس هيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه والازهر، اللي هم الحقيقه ثلاث حاجات متداخله في بعضها، بتقول لا انه الطلاق الشفوي المنجز زي ما قال كده الدكتور صبري عباده يقع خلاص. لكن اغلبيه المصريين 63% من المصريين بيقول لك لا ما يقعش، احنا عايزينه يبقى موثق ولا اخره. هنا في فجوه محتاجه انه هنا بقى تجديد الخطاب الديني والكلام ده. يبقى انت لازم توضح هو كيف يفكر المصريون بعيدا عما انه جواز في جزء كبير منه جزء بالاضافه الاجتماعي واقتصادي وكلام زي كده، لكن كمان جزء ديني. طب الفجوه دي حاصله ليه؟ دي حاجه. تاني حاجه، واضح كمان ان المصريين واخدين في اعتبارهم ظروف الاولاد بعد الطلاق، الافضل يكون هنا ولا يكون هنا، يكون مع الاب ولا يكون مع الام. فاغلب الناس بتفكر لا يكون مع الام، اي مكان بقى الظروف، الام اتجوزت ما اتجوزتش ده موضوع تاني، لكن دي قضيه مهمه. واضح ان التعليم هنا بيفرق برضو، انه الناس لما بتزداد تعلما عاده واضح انها بتكون يعني ارقى شويتين في التعليم. بس لا تزال الموضوع الاكبر في وجه مصر بقى بكل ابعادها الزياده السكانيه. وحياه الغالي عندكم، راعوا مصلحه البلد في موضوع الزياده السكانيه، ارجوكم ارجوكم ارجوكم. محدش يقول لي ما احنا زياده والصين يا عم، الصين من السبعينيات بتطبق سياسه الطفل الواحد. يعني لو كانوا عايزين يخلفوا كده وشايفين زينا العدد في الليمون كان زمان بقوا 3 مليار. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده، وقدر الله لنا القول. اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.